السلام عليكم. فهاد الحصه هذه غادي نحاولوا ان شاء الله نتحدثوا ونشرحوا النص ديال دافيد هيوم، وبالاحرى الموقف ديال دافيد هيوم حول علاقه الواجب بالاكراه. مما لا شك فيه اننا ملي كنتحدثوا على دافيد هيوم فاننا نتحدث عن التصور التجريبي، التجربه الحسيه، بمعنى هذا التصور الذي ينهل من التجربة ومن الواقع الحسي. بشكل عام فدافيد هيوم كيأكد لنا في هذا الصدد هذا على أن الواجب كيقوم على الإكراه والحرية معا. وباش يوضح لنا هيوم هذا التصور ديالو كيميز لنا بين جوج الأنواع من الواجبات الأخلاقية. النوع الأول من هذه الواجبات الأخلاقية يحدده دافيد هيوم فيما يسميه بواجبات مبنية على غريزة طبيعية. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن هذه الواجبات هادو اللي هي غريزية أو طبيعية كتكون ديما على حد قول دافيد هيوم مدفوعة بميل فطري لدى الإنسان، بمعنى أن هذا النوع هذا ما كيكونش مشروط بشي منفعة معينة. لذلك يقول دافيد هيوم يمكن تقسيم الواجبات الأخلاقية إلى نوعين. النوع الأول تندرج فيه كل واجبات التي يجد الناس أنفسهم مدفوعين إليها، إما بفعل غريزة طبيعية وإما بفعل ميل مباشر، وهو ما يؤثر عليه بمعزل عن أي شعور بالإلزام أو أي اعتبار لمنفعة عامة أو خاصة. إذن بالنسبة لدافيد هيوم هذا النوع هذا من الواجبات الأخلاقية اللي كيكون مدفوع بهذا الميل الفطري الغريزي لدى الإنسان. الامتثال إلى هذا النوع من الواجبات بالنسبة لدافيد هيوم كيكون عن إرادة وحرية، بمعنى ما كيكونش تشي ضغط وما كيكونش تشي إكراه وما كيكونش إلزام، بمعنى ما كنكونوش ملزمين على الامتثال لهذا النوع من الواجبات. وهنا دافيد هيوم اعطانا بعض الامثله لهذا النوع من الواجبات اللي كتكون مبنيه على غريزه فطريه او طبيعيه، كمثلا حب الاطفال، شكر المحسنين، العطف على المحتاجين الى غير ذلك. اذا هادو كاملين عباره عن واجبات ما كيتحتمش علينا نديروهم، ولكن فقط عندنا واحد الحرية، واحد الإرادة في القيام بهذه الواجبات، كما أيضا عندنا واحد الحرية وعندنا واحد الإرادة في الامتناع عن القيام بهذا النوع من الواجبات. إذا هذا ما يخص النوع الأول من الواجبات الأخلاقية عند دافيد هيوم. أما بالنسبة للنوع الثاني من الواجبات الأخلاقية فيحدده دافيد هيوم من خلال القول أن النوع الثاني فهو الذي لا تستند فيه الواجبات الأخلاقية إلى أي غريزة طبيعية أصلية، بحيث تكون صادرة عن إحساس بالإلزام لا غير، وهي تتجلى من خلال ضرورات المجتمع البشري. إذن هنا الواجبات اللي كيتحدث عليها دافيد هيوم كتمثل في واحد النوع من الواجبات يمكن أن نعبر عنه من خلال القول بأن هاد الواجبات هادو عبارة عن واجبات مبنية على ضرورة ثقافية اجتماعية، بمعنى أن هاد الواجبات هادو أو هاد النوع الثاني من الواجبات الذي يتحدث عنه دافيد هيوم هي واجبات كتكون خاضعة لضوابط ملزمة لقوانين معينة يتوخى من خلالها تحقيق مصلحة المجتمع. وملي كنقول مصلحة المجتمع بمعنى أنني كندير دوك الواجبات، كدير دوك الواجبات، الآخرون يقومون بتلك الواجبات من أجل الحفاظ على تماسك المجتمع، على استمرارية المجتمع. لذلك يقول دافيد هيوم في نصه: وفي حالة إهمال تلك الواجبات سيكون من المستحيل المحافظة على استمرار ذلك المجتمع، وهكذا تصبح العدالة، وبعبارة أخرى احترام
ملكية الآخرين وكذا الإخلاص، وبعبارة أخرى احترام الوعود بمثابة إلزامات تفرض سلطتها على الناس. وبالتالي فإن هذا النوع هذا من الواجبات لا نملك فيها حرية الاختيار، بمعنى أننا هنا ما كنقولكش إلا بغيتي دير هذا الواجب اللي كيفرضوا عليك المجتمع ديرو، ولا ما بغيتيش دير هذا الواجب ما ديروش، لا، بل هنا هاد الواجبات هادو كيتاخذوا واحد صبغة إلزامية خاصك دير، وهاد الواجبات هادو لا يجب الإخلال بها، لأنه إذا تم الإخلال بهذه الواجبات من طرفك أنت وتم الإخلال بهذه الواجبات من طرف الآخر، هذا على حد تعبير دافيد هيوم سيهدد استقرار المجتمع وتماسكه. مثلا هنايا في هذا الصدد كنعرفوا جميع بأن داخل كل مجتمع يتوجب على كل شخص احترام حقوق وحرية الآخرين، ولا يجب عليه بأي شكل من الأشكال انتهاك تلك الحقوق. إذن هذا واجب يجب احترامه والعمل به والقيام به داخل كل مجتمع مجتمع. وبالتالي بالنسبة لدافيد هيوم اللي كان تحدثوا على واجبات مبنية على ضرورة ثقافية اجتماعية، ما كان أدروش على الإرادة والحرية والاختيار كما سبقني قلت إلا بغيتي تدير دير ولا ما بغيتيش تدير ما تديرش، لا، بل يجب الامتثال إلى هذا النوع من الواجبات. الامتثال إلى هذا النوع من الواجبات بالنسبة لدافيد هيوم كيكون عن إلزام، كيكون عن إكراه ووعي تام بالنتائج السلبية التي قد تترتب عن عدم التقيد بالقيام بتلك الواجبات الثقافية والاجتماعية التي يفرضها علينا المجتمع باعتبارنا أعضاء في هذا المجتمع، وباعتبارنا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، أو باعتبارنا أفراد هذا المجتمع. وبالتالي فبالنسبة لدافيد هيوم ملي كنهضروا على واجبات أخلاقية تصطبغ بصبغة غريزية طبيعية، فإننا أمام هذه الواجبات نملك نوعا من الإرادة ونوعا من الحرية ونوعا من الاختيار، ولكن من اللي كيتعلق الأمر بالواجب اللي كيفرض علينا المجتمع، فإن الواجب المجتمعي بالنسبة لدافيد هيوم يعتبر واجبا إلزاميا يتحتم على كل فرد من أفراد المجتمع القيام بهذا الواجب والامتثال لهذا الواجب، ويكون هذا الامتثال بواحد الوعي تام بالنتائج السلبية والنتائج الوخيمة التي سيؤدي إليها الإخلال بهذا الواجب. لذلك يقول دافيد هيوم في نصه: فكما أن كل واحد يحب نفسه ويفضلها على الآخرين، كذلك يسعى كل واحد إلى الزيادة في ممتلكاته حسب استطاعته، وليس هناك ما يمكن أن يكبح هذا الميل ويحد منه سوى التفكير والتجربة اللذين يبينان لنا مدى الآثار الوخيمة التي ستنتج عن الانحلال التام للمجتمع في حالة عدم تقيدنا بأي واجبات. إذن عندما يتعلق الأمر بواجبات تصطبغ بصبغة ثقافية اجتماعية بمعنى كيف فرضها المجتمع، فإننا بالنسبة لدافيد هيوم لا بد لنا من الإلزام والامتثال لهذه الواجبات والتقيد بهذه الواجبات. إذن كخلاصة يمكن القول بأن دافيد هيوم يقسم الواجبات الأخلاقية إلى قسمين: واجبات طبيعية اختيارية ناتجة عن ميل غريزي نحو فعل الخير دون الرغبة في تحقيق أي غايات نفعية كحب الأطفال والعطف على الفقراء ومساعدة المعوزين، وواجبات إلزامية نابعة من تشريعات المجتمع، من قوانين المجتمع، وهذه الواجبات هادو عندها واحد الأهمية قصوى كتمثل في أنها تكبح غرائز الإنسان وتهذب ميولاته الذاتية، فعلى الفرد أن يخضع لقوانين المجتمع الذي يعيش فيه. عن طريق ماذا؟ عن طريق القيام بكل واجباته تجاه هذا المجتمع، وإلا عمت الفوضى وسادت حالة اللانظام. وبهذه الخلاصة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أترككم في رعاية الله وحفظه. في أمان الله.